الله وبركاته. معكم استاذ امين عبد الحسيب الضريبي. هنتعرف النهارده ان شاء الله على كيفيه حصول الطالب على البيانات الخاصه بمنصه كوريو. انا عاوز دلوقتي احصل على الكود وكلمه المرور او الباسورد، اجيبهم ازاي؟ طيب علشان ابدا اجيبهم هدخل على الموقع التالي. شايفين الموقع ده يا شباب؟ هسيبه لكم في الوصف بتاع الفيديو اسفل الفيديو، تمام؟ هنبدا ناخد الموقع ده كوبي ونطلع على الادرس بار هنا اللي هو شريط العنوان ونحط في شريط العنوان، نضغط انتر هيفتح لنا منصه الشهادات العامه، تمام؟ طيب اللي انا محتاجه هنا اللي هو الرابط ده، التدريب على الذكاء الاصطناعي متاح الاستلام للصف الاول الثانوي، ايوه هو ده اللي انا عاوزه. هضغط على ديت هنا، اضغط على متاح، بيبدا يقول لي هنا طيب دخل بقى الايميل بتاعك. الايميل ده اللي هو حساب الجيميل بتاعي ولا الياهو ولا حساب ايه؟ لا، ده البريد الالكتروني الموحد الخاص بيك اللي هو عباره عن الكود بتاعك اللي هو بيكون في وصل المصروفات، وبقيه الايميل بيكون زي كل الطلبه زملائك. طيب لو افترضنا ان مش معاك، ممكن اي مدرس او المسؤول الاحصاء في المدرسه هيكتبه لك. كلمه المرور المفروض ان هي تكون معاك، مش موجوده معاك ممكن ان انت تعدي على مسؤول الاحصاء في المدرسه برضه هيعملها، هيغير لك كلمة المرور القديمة ويعمل لك كلمة مرور جديدة. الأفضل طبعا يكون أنت محتفظ بالحاجات دي كلها، لأن أنت هتحتاجها عند التقديم في استمارة الصف الأول ثانوي وثاني ثانوي واستمارة ثالثة ثانوي وفي الرغبات بتاعة الكلية، ده كله بالبريد الإلكتروني الموحد بتاعك، تمام؟ طيب هبدأ أدخل الإيميل بتاعي. هنا دخلنا الإيميل أهوت. هبدأ أضغط على الأمر اللي اسمه نيكست. كتبنا الباسورد بتاعنا، يبقى إداني الإيميل فوق أهوت، وأدي الباسورد. أضغط على إيه؟ ساين ان تسجيل الدخول، نضغط على ساين ان اكسبت. هنا هو اسم الطالب، طالب مرحله الثانويه العامه، تمام؟ استلام بيانات التدريب على الذكاء الاصطناعي. بص كده في شكل ايده اهوت، يعني معنى كده هايبر لينك، يعني اصبحت متاحه، يعني اول ما اضغط دلوقتي هيظهر لي البيانات الفعليه بتاعه المنصه، تمام؟ يبقى اصبح متاح اهوت ان انت هتضغط على الرابط ده وندخل ونشوف البيانات، تمام؟ ادي الصفحه اهي فتحت، بيانات الطالب الخاصه بتدريب الذكاء الاصطناعي. اسمك هنا، المديريه بتاعتك، الاداره بتاعتك، الصف انت في سنه اولى، اسم المدرسه بتاعتك، نوع المرحله ثانوي عام، التبعيه رسم، تمام؟ هنا عوده، لا مش عاوز عوده، انا عاوز اظهر البيانات، يبقى هضغط على ايه؟ اضغط لاظهار استلام بيانات التدريب، يبقى هضغط على الزر ده اهو. يلا نضغط، مجرد الضغط هنا بيبدا ان هو يظهر البيانات الخاصه بيا اللي هو الكود واليوزر نيم اللي احنا هندخل بيهم على المنصه. هسيب لحضرتك فيديو في الاسفل في الوصف برضو، ده اللي احنا دخلنا على المنصه وازاي ان احنا هنشتغل مع المنصه واحده واحده، تمام؟ تابعونا على قناه امين الضريبي، ان شاء الله هتلاقوا شرح للمنهج بالكامل. هنحاول نشتغل مع حضراتكم الجانب العملي بالاضافه للجانب النظري. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.